اليوم الاخوان نعاود لكم واحد القصه صادمه ديال بصح ديال واحد البنت كانت كتكون في المانيا وداكشي اللي طرا معاها الاخوان راه بزاف. تخيلوا معايا انها غادي تكرفس على واحد السيد تماك في المانيا ومن مورا ما ام ديالها غادي تعرف البلان غادي العائله ديالها كامله غادي تدمر. فداكشي علاش تبعوا معايا القصه من الاول حتى الاخر، لان داكشي اللي غادي تعرفوا في هذه القصه راه صادم ديال بصح كيف ما انا تصدمت من مورا ان ما شفت القصه. واللي عنده شي قصه الاخوان ها هو الانستغرام ديالي يصيفطيها هنا. فنبداو القصه ديالنا على بركه الله. القصه كتبدا مع واحد البنت سميتها كوثر. هاد كوثر هادي كانت واحد البنت مدلعه بزاف عند والديها لواحد الدرجه ديال بصح يعني قاطي. هاد البنت هادي كانت اللي بغات كياخذوا لها والدها بحكم انها هي الكبيره، يعني كانوا مغليين فيها ديال بصح ديال بصح ديال بصح. بغات تمشي مثلا تشري مثلا شي حاجه كيقول لها بسم الله، بغات تبدا التليفون بسم الله، قراوها في احسن المدارس في المغرب، يعني ما كانت مخصوصة من حتى شي حاجة، يعني مدلعة بمعنى الكلمة الإخوان. وكان با ومها مفاهمين ديال بصح، يعني كانت عائلة مكتاملة زعما ما عندهم لا مشاكل لا والو، يعني ديك العائلة الزوينة. يعني هي كبرات في واحد لونفيرونمون، في واحد يعني في واحد المحيط اللي مرتاح، يعني ماشي داك المحيط اللي فيه المشاكل. كتلقى الاب مدابز مع الام، كتلقى خوتها مخيبين كذا، لا هما كانوا كاملين مساجمين. واي عائله كتكون بحال هكا سبحان الله الاولاد كيطلعوا مزيانين. ما علينا، البنت كتقرا مزيان وكان الحلم ديالها انها تمشي برا وتكمل قرايتها في المانيا. داكشي علاش مشات على هاد الطريق هادي، شدات الباك ديالها، قرات اللغه ديالها، فتقبلت في واحد اليونيفرسيتي تماك في المانيا. فمشات، ملي مشات لالمانيا تبدل عليها الجو تماك، لان كيف ما نتوما عارفين المانيا راه ماشي هو المغرب، يعني بان لها بلاد مشكال، ثقافه جديده، ايديولوجي جديده، فهذاك كان خاص ضروري تادابط مع داك الشيء. هي فاش كانت كوثر عايشه في المغرب كانت كيفاش غنقول لكم، كانت السيده من الدار المدرسه من المدرسه للدار، كانوا كيخلاوها تخرج الا كانوا لي زامي وكذا، ولكن ما كانش داك الشيء. فهمتي كيف ما يعني ملي مشات المانيا من الاخر لقات الحريه، لقات بلادهم تما كيعيش الحريه، فخاصها ضروري حتى هي تعيش الحريه كيف ما دوك الناس عايشين الحريه. باش الاخوان تفهموني انا فين غادي، يعني راه الاخوان ايطاب ايطاب. فمشات لالمانيا تانستالات تماك، البنت عايشه بخير، ما خاصها خير، والديها كيصيفطوا لها الفلوس بزاف، ولكن واخا كانوا كيصيفطوا لها الفلوس البنت كانت باغا تصوفي راسها، كانت خدامه على راسها، يعني كانت عندها عقليه زوينه. والديها طلعوها ورباوها على عقليه مزيانه الاخوان، يعني ماشي ديك البنت اللي فهمتي طماعه واللي باكا باغا ديبوندي من شي واحد واللي باغا تستغل شي واحد، لا البنت خدامه على راسها وباغا تكون شي حاجه في المستقبل وباغا تفرح والديها وتقول لهم ها انتم صيفطوني هنا راه ما غتندموش. واي واحد عنده العقليه سبحان الله ربي راه كيسهل عليه. ما علينا، مشات البنت كانت كتقرا ومي طون كدير لك لي بيتي جوب اللي كيعطيو لي زيتيديون في لوروب تماك، يعني كدير المهم كطلع نهارها بخير. تعرفت على واحد لاكليك ديال لي زامي ديالها وكانوا كيسهروا مع بعضياتهم. هي على ما كتعاود قالت اودي انا ما كنتش منصر عليا حتى شي واحد، وكنت مخويه دماغي من شي حاجه سميتها تصاحي وعلاقات مع الدراري، لان الاخوان واحد مفتح مع قوفتين، ماشي كاع البنات كيتصاحبوا وماشي كاع البنات كيبغيو يدخلوا في علاقه. كاينين واحد النوع ديال البنات اللي ما تدخلش كاع في علاقه الا ما كانت ما كنتيش عاجبها ولا مرتاحه معاك ولا لقات فيك شي حاجه ديال انه تدخل معاك في علاقه، يعني تحس بسونتيمون. كاينين شي بنات ما خص ضروري تحس بواحد لو سونتيمون من جهتك وترتاح لك باش تدخل معاك في علاقه، من غير دوك النوعيه البنات الرخيصات اللي اي واحد من هب ودب كيمشي كطيح معاه كتصاحب معاه. لكن واحد النوع ديال البنات كيكون ثقيل ورزين بحال هاد البنت هادي. فهاد البنت هادي كانت كتمشي كتخرج مع هاد لي زامير، نتوما عارفين المانيا ضروري ما خصهاش تبقى بوحدها، البنت كانت كاريه بوحدها، دونك ضروري خصها واحد لاكليك اللي تخرج معاها. وداك الشيء فهاد الشيء اللي كان، كانت تخرج مع هاد عشيراتها، كانوا كيمشيو للكافي مره كيسهروا. واحد الدري من ديك لاكليك كانت عجباتو هاد كوثر وكان باغي يدخل هاد كوثر، ولكن كوثر ما كانش باغا ما مزكهاش وما كانش باغا تدخل معاه في علاقه. صحاباتها كيقولوا لها واخا دخلي معاه في علاقه وهادي راه الدري ضريف، هي كتقول لهم ودي انا مخويه راسي من شي حاجه سميتها العلاقات، انا جيت لهنا بوغ ان اوبجيكتيف وناخذ الدبلوم ديالي ونمشي نرجع للمغرب ونكمل المسار ديالي ونقد نبقى هنايا، انا ما باغي لا علاقه لا والو، ما ارتحيتش لي وما باغاش. فهي صافي مشاو قلبوا على صحاباتها، ولكن داك الدري بقى حاطه في راسه قال والله حتى غادي نجيبها والله حتى غادي نجيبها.
فواحد النهار هذا الغلط يدارش كوتر. دابا حنا ندخلوا في الغلط يدارش كوتر. واحد النهار الاخوان كانوا سهرانين، كانوا مجمعين في واحد الدار اللي دايره فيهم الثقه، بحكم ان دابا شوف خصنا نفهموا، دابا العائله واحد ملي كتطلع في واحد العائله كيكون فيها لونفيرونمون زوين وكذا، ما كتكون اللي دايره الثقه في كل شيء، ما لان ما عمرها تكون تغدرات ولا شي حاجه، داكشي اي صافي كان دايره الثقه لا في الدراري في البنات. هذا اللي كانت اللي كان طايح فيها غادي تعجبو هاد كوتر، ديجا عاجبه وداكشي، فغادي تعجبو ديك الليله غيبغي يدير معها شي حاجه، فهو غادي يشرب شويه، غادي يعيق، غادي يكون متفق مع صحاباته وداكشي، يعني حتى صحاباته غيهضروها، ولكن هو غيقول لهم باللي انا راه باغي غنبروبوزي لها، راه ما غندير لها حتى شي حاجه خايبه. فملي غينفرد معاها الراس في الراس هنا غادي يتحول لذئب بشري وغيبغي يتكرفس عليها. هي غتقول ليه لا ما باغاش كدا، هو غادي يشد صحه من الاخر، وانتم الكمال في دماغاتكم، فالبنت غتدمر غتخرج، المهم غيجيها اكتئاب وكدا، غتبغي تدعي وداكشي ولكن ما عندهاش الدليل كيفاش. المهم السيده غادي تدخل في اكتئاب ديال بصح، ولدرجه انها مابقاش باغا تخدم، مابقاش باغا تشد راسها. هنا غيكون عندها كونتاكت مع والديها في المغرب، ما غادي تحس بشي حاجه، غتقول لها بنتي انت ماشي هي هذيك، غتقول لها لا ماما انا وانا هي هذيك، ما تبغيش تخلعهم بطبيعه الحال، لان فهمتي غتقول لا راه ما باغاش نبرزطهم لشي حاجه، غتقول لها بنتي راه انت ماشي هي هذيك، ولا ما قلتيش ليا مالك راه غادي نجي عندك تماك. فمني عرفت كوتر ان امها غتجي عندها، فهنا غادي تتعرف لها بكل شيء، وغادي تعود لها دو ا زد داكشي اللي طرا مع داك الدري وداكشي. الام غادي تصدم بطبيعه الحال وغتشوكه، وغتبقى ساكته من مورا ما غتسالو، هي كتبكي غتبقى ساكته، غتقول لها غادي تجمعي حوايجك وغادي ترجعي دابا المغرب وغتخلي حوايجك تماك. كوتر غتقول لها صافي، ولكن انا ما عنديش فلوس. قالت لها راه غنقول بابا كيصيفطك فلوس، ولكن غادي تجي دابا. صافي غادي تقول لها واخا ماما العيبات هادي، صافي غادي تخرج. سمعوا مزيان، غادي تخرج كوتر باش تمشي تلاقى بواحد صاحبتها باش تعاود لها حتى هي، حيت كتخرج معاها غدار بربع السوايع تقريبا خمسة السوايع، ملي غتدخل غتخلي تليفونها في الدار، غادي تدخل غتلقى التليفون ديالها مفارقع ميساجات من ديال العائله ولي زابيل وكدا. البنت غتقول او ما تفهمش، تقول علاش هاد لي زابيل، علاش كتكون كيعيط ياك ماما عاودت لك كلشي راه ما بلاش. يعني هي قالت غادي تكون الوالده ديالها عاودات لك كلشي، عاودات راكم عارفين الامهات كيعاودوا داكشي. فهي اون فوا غادي بحال هكا غادي الله كتفكر بحال هكا غتعيط لماما، يتعيط لها بنت خالتها يتقول لها البركه في راسك، غتقول لها كوتر كيفاش البركه في راسك، غتقول لها راه ماماك ماتت، عائلتك كامله ماتت، راه باباك وخوتك كلشي مات. ها ويليش كتقولي، يعني تخيلوا معايا الله ربعه السوايع داويه معاها ودابا ماتت. قلت راه ماتت، راه كانت خلات ماماك البوطه دايره في الغاز وكذا، وشات تعلات العافيه والدار فهمتي هذاك. المهم كوتر غطيها غتسخف وصافي فهمتي، ملي غتعرف باللي هي بسببها ان عائلتها مات، لان الام ديالها قال من كثرت ما الصدمه ديالها وداك الشيء اللي طرا لبنتها نسات الغاز ما سداتوش داك الشيء، فعائلتها كامله ماتت. فالقصه هنا سالات، البنت بطبيعه الحال رجعت للمغرب، لقات والديها دفنوا داك الشيء، السيده دخلت في اكتئاب حاد، والقصه طلعت ليا الاخوان وقلت نبارطاجيها، بارطاجيها بواحد البلان خصوص دوك الناس والبنات اللي عايشين في الخارج. ما ديروش ثقه، ما ديروش ثقه، خصوصا اللي كنتو نتوما مربيين داخل الصغر، ما ديروش ثقه لانكم ماشي في بلادكم، اي حاجه كترى ليكم. هذه هي العبره اللي تاخذوها من هذه القصه، وديما بحال هاد البلانات هادو تمشيو عاد عاودوا لوالديكم باش نجيكم نيشان، لان الوالدين الاخوان حاولوا تراعوا ليهم، راعوا لوالديكم شويه، خصوصا الناس راعوا لوالديكم شويه، حميوا رؤوسكم باش ما تحطوش والديكم في هاد الحالات هادو. شو دابا الام ديالها من كثر الصدمه ديالها نسات البوطه، صفقات العائله كامله ماتت. فهادشي اللي كاين، راعوا لوالديكم، راعوا لوالديكم، فكروا لوالديكم، فكروا دوك الوالدين اللي رباكم اللي تسخسخوا عليكم اللي قراوكم لهادشي كامل، ما ديروش شي حاجه اللي تمشي تحط رؤوسهم في الارض. فكروا لوالديكم، والديكم اكثر ناس اللي غيحسوا بالدقه اكثر منكم نتوما، نتوما كيسحب لكم نتوما حاسين بالدقه، والديكم راه تريبل، لانهم فهمتي هما اللي غادي يتازموا في الاخر. فنتمنى القصه تكون عجبتكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو الاخوان وتهلاو.